وتقطع عيني ابنها. صعب قوي ان انا اتخيل او اغمض عيني. صعب صعب صعب. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنان، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم الدرس، بنقدم العظة، بنقدم اهم شيء ان احنا نتعلم من اخطاء غيرنا. ايه الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة؟ صحيح كتير قوي بنشوف الولد بيقتل ابوه كتير، وبنشوف البنت بتقتل ابوها، واحيانا نشوف الابن بيقتل امه والبنت بتقتل امها، وجبنا حاجات كتير قوي. لكن من الحاجات القليله قوي ان الاب يقتل ابنه، ممكن ابن عاق شفناها برضه بس مش كتير، لكن ما شفناش الام اللي تقتل ابنها. صعب قوي ان انا اتخيل او اغمض عيني واشوف ام بتمسك السكينه وتطعن ابنها، قلبها يطوحها. طب تقتله ليه؟ وخاصة الابن ده مش صغير، ده الابن ده عنده كم سنة؟ عنده 32 سنة، يعني شاب في أحسن مرحلة سنية، راجل 32 سنة. طيب ايه اللي يخلي الام تقتل ابنها وتقتله ايه وهي داخلة عليه بالسكينة؟ مش هقولك مثلا لحظة انفعال، مش هتقولك مثلا لحظة غضب، مش هتقولك مثلا ان هي رد فعل لحركة عملها ابنها، لا، ده هي ناوية تقتله وتتخلص منه. ليه الام بتعمل كده؟ هو ده السؤال اللي هنحاول نجاوب عنه دلوقتي، بس بعد ما ادعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت اذاعة الحلقة. الجريمة دي حصلت في حتة منطقة اسمها حي الزهور، في مركز اسمه مركز بلبيس، محافظة الشرقية. اسرة عادية محترمة، الام عايشه مع ولادها الاثنين، ولادها الاثنين الكبار مصطفى ومتولي. مصطفى اللي هو شاب، والاثنين مؤدبين، يعني الاثنين اصلا عيال مؤدبه وعيال محترم، بس للاسف فيهم الابن اللي هو اللي اتقتل ده كان بيتعالج نفسيا في مستشفى، بيتعالج نفسيا في مستشفى وتعالج وطلع، بس كان هو دايما بتاع مشاكل. ما لو كل ام هتقتل ابنها عشان بيعمل مشاكل هنبقى مش هيبقى فيه عيال، مش هيبقى فيه شقي. ما كل ام ما فيش بيت ما فيهوش عيل واتنين شقي، شيء طبيعي، وخاصه ده 32 سنه، ده مش عيل، ده راجل. المهم بيتناقش هو واخوه في موضوع، فهم الاثنين اتخانقوا مع بعض. طبعا الاثنين رجاله، ما هو سن 32 سنه و25 سنه سن شباب كبيره. الام شايفه العيال بيضربوا في بعض ومش عارفه تعمل ايه، وهي زهقانه من ابنها الكبير لانه فعلا ده عصبي نرفز على طول، ودايما بيتخانق معاهم ودايما بيتطور عليهم. فالام قالت لا، دي مش عيشه، كل شويه خناقات مع اخوه وخناقات معايا ملهاش اخر. المهم بعد العيال ما هدوا بعض في الضرب، قعدت الام مع ابنها الصغير وقالت له طب وبعدين هنعمل ايه؟ هنفضل كده على طول؟ مش هنخلص من الواد ده؟ جابوا اخرهم، عارف كلمه جابوا اخرهم يعني ايه؟ فالام قالت لا، انا لازم استريح من الهم ده كله. وفعلا عدى اسبوع، عدى اسبوعين، الولد بيعمل مشاكل مع اخوه، مسك اخوه اتخانق فيه، كانت الام واخده القرار. جرت على المطبخ قالت واخرها ايه؟ ما انا مش هقدر اعيش العيشه دي، انت كل يوم متعبنا 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 يا اخي كفايه بقى. وراحت السكينه وجات خبطه ابنها في ظهره الكبير، خبطه وقع الواد على الارض. الابن الصغير لما شاف امه عمل كده قال لها لا يا امي، لا انت ما تتسجنيش، انا مش هقبل ابدا ان انت تدخل السجن. مسك السكينه من ظهر اخوه وراح مسك وقال له عشان ما حدش يقول انت اللي موتيه، وفضل ينغص في صدر اخوه بالسكينه لغايه ما قضى عليه. قال له ما كيش دعوه انت يا امي بقى، انا اللي قتلت اخويا وانا اللي طعنته وانت فداكي كل حياتي. بالفعل الام صرخت واستنجدت وجات الشرطه. ايه اللي حصل؟ الام حكت لهم ان الواد كان بيتخانق وان هم شدوا مع بعضيهم، والاخ قال انا جبت السكينه وطعنت اخويا. طب الطعنه اللي من الخلف دي يا ابني جت ازاي؟ قال ما انا طعنته في الاول في صدره وبعد كده موجع على الارض طعنته في ظهره. الام هنا صعب عليها ابنها، قالت لهم لا
انا ما هو احيانا الام برضو في وقت الجد انت ممكن تتكلم مع والدتك تقول لها يا ما انت عملت خليك بس راكب عربيه جنب والدتك والدتك هي اللي بتسوق وجات والدتك خبطت واحد موتته بالعربيه الشهامه هتقول انت ايه انزلي يا ما اقعد مكانك وتيجي الشرطه تقول لهم انا اللي خبطت الراجل وانا اللي موتته عشان تحمي امك من سين وجيم ونيابه وحبس اربع ايام وتحريات فتقول لا امي متحبس انا اللي كنت سايق رغم ان امك هي اللي كانت سايق لكن الام بقى لما تلاقي ابنها وكيل النيابه راح حبسه اربع ايام تدخل على كل النيابه تقول له لا طلع ابني والله انا اللي كنت سايق والله انا اللي كنت راكبه ابني عمل كده علشان يفدين اي ام هتعمل كده فالام بعد ما وافقت ابنها في الاول ان هو يعترف على نفسه ان هو اللي قتل اخوه جات وقت لا انا اللي ضربت ابني بالسكينه في الاول وانا اللي قتلته طبعا هنا الاب الام والابن الاثنين اتحبسوا لكن احنا بقى هو ما كانش في طريقه نتخلص منها من الولد ده سوى القتل صحيح ممكن يكون الولد مفتري وممكن يكون لسه المرض بتاعه شديد لانه كان بيتعالج من مستشفى الامراض النفسيه والعصبيه لكن مريض ماشي اولا كنا ممكن نلجا لطبيب يديله حاجه تهديه وخاصه لو دخل المستشفى وطلع كويس يعني المستشفى ما خرجتوش غير بعد اكتمال شفائه لكن هنفترض انه جات له انتكاس هنفترض انه بيعاني من نوبات صرع او من نوبات مرض او بتجيله حاله نفسيه ماشي لكن ما فيش غير القتل هو الوسيله كان ممكن يسال الدكتور يدي لهم برشام يحط له في الشرب في العصير في اي حاجه يهديه على طول ينيمه على طول لكن ان احنا نقرر التخلص منه صعب صعب على اي ام ده انا شفت بعض السيدات اللي ربنا حرمهم من نعمة الإنجاب كانوا يقولوا نفسنا في عيل فكنا نقول لهم احمدوا ربنا كان ممكن العيل يجي لكم متخلف ولا مريض يقولوا زي بعض يجن يكشي يكون متخلف عقليا يكشي يكون عنده أي توحد المهم يكون لنا ابن الإنسان اوعى تيالكم الأمومة دي شيء ما يحسش بيها غير المحروم منها اوعى تقولكم ان الست اللي ما بتخلفش ولا الشاب اللي ما بيخلفش مستريح ده بيتقطع من جوه ربنا ما يحرم حد ابدا اكبر نعمه واجمل نعمه حتى لو كانوا الاولاد وحشين لكن نعمه ان يكون عندك اولاد نعمه كبيره طب ما نجيش احنا عشان يطلع ولد صايع ولا يطلع ولد عصبي نموته في علاج في الف وسيله ان شاء الله حتى نكتفه ان شاء الله حتى نحبسه لكن ما توصلش ان الام تمسك السكينه وتقتل ابنها صعب 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 مهما يكون الولد في الاول وفي الاخر ده حته مني انا امه اللي جايباه للدنيا ده الام بتدعي على ابنها يقولك يتشل يتزل يندق يا وتكره اللي يقول امين لان الابن ده جاي من حته منها جاي من قلبها ما عرفش ازاي الام انا ممكن اتوقع ان الواد يكون قاسي يضرب امه يموتها لكن ما اتوقعش ابدا ان الام تقتل ابنها وبالسكينه وتشوف دمه وتشوف اخوه وهو بيطعنه في صدره كام طعن صح صح لكن نقول ايه نلتمس لهم العذر ممكن تكون الام شافت ابنها الكبير هيموت ابنها الصغير ويعرف ان ابنها الصغير ابن حلال فحاول تدافع عن ابنها الصغير فما لقيتش غير دي وسيله بس كانت ممكن تصرخ تستنجد تدخل حد الشقه يطلع يخليهم يسيبوا الف وسيله لكن هقول ممكن يكون رد فعل غير من غير تفكير عمل كده لكن في دروس مهمه جدا بقى لما يكون عندك شاب او طفل او عيل او سيده ليها ظروف خاصه مرضيه لازم يكون تحت اشراف طبي لازم اعرف من الدكتور ادي له ايه انا عايز انيمه على طول عايزه ما يستخدمش قوته الجسمانيه لان الجماعه دول بيكون عندهم قوه جسمانيه شديده شويه لازم يتم الموضوع بشكل عقلاني انت دلوقتي موتي ابنك طب انت هتروحي فين انت وابنك التاني انت ضيعت مستقبلك وضيعت مستقبل ابنك لان ابنك ما قتلوش غير بعد ما شافك انت طعنت السكينه في ظهر اخوه فالواد كان ميت فانت كده ضيعت نفسك وضيعت ابنك انت فقدت كل شيء ولادك الاثنين وانت ايه اللي استفدتيه وانا واثق ان انت مهما يكون ابنك الكبير ده عمرك ما تكوني بتكرهيه مفيش ام بتكره ابنها ممكن الابن يكره امه ممكن لكن الام تكره ابنها استحاله والله لو كان بيكهربها كل يوم
ده بيقول لك قلبي على ابني انفطر وقلبي ابني علي حجر. لا يمكن. انت اخطأت يا امي، ضيحت نفسك وضيحت ابنك الكبير وضيحت ابنك الصغير في لحظة انفعال غير مبررة. بيتخانوا مع بعض يا ست البطيح على دماغه، يا ست افتح الباب واستنجد بالجيران خليهم يجي يسلكوهم من بعض، لكن ما تمديش ايدك على ابنك. موضوع احنا لازم نتعلمه ازاي نتحكم في انفعالاتنا وتصرفاتنا، لان هنرجع العمر كله نندم عليه. ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.